اليوم يا جماعة سهرتنا غير. شوفوا سهرتنا مع مين. الله الله عمو هلا. حنجيب العيد اليوم. الله حنجيب عيدين. والله شوفوا اليوم ما لنا صلاح في المحتوى. عند ابو حسين دينا عمو. الحلقة اللي انتم بتستنوها من زمان. حياكم الله. الله الشف لطفي. الله اليوم جينا. والودنا نجيب العيد. اللي تتمنوه نجيب العيد عيدين. الله عليك عمو. لا واحد شوف كنا في البلد ناكل المقلية هذه. بس هذا ما عند اليماني. والله عند اليماني مقلية مو فلافل. فلافل انت بعد عمرك لما جيتي. والله هو شوف يعني انا عندي ميزه الطبخ ما اتوقع تعلمتها من ابويا صح يعني ليه احنا على السلام كلنا نطبخ حريمنا كلهم مفتاحين بصل وفلفل رومي الكبير هذا زبده شكشوكه ابويا وطماطم وبصل و اسمع تسوي طبخه اليوم انت تصورها وانت شيء طنشني. شوف كيف شغلتها شغلة متعبة يعني ما تحب تحسبها كذا عشان كذا هي جد جاهزة شوف هذه الفلفلة بس هذه زوجتك سوتها لا حبيبي لا حبيبي إلا شكشوكة لطفي شكشوكة الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير وربنا يعطيكم الصحة والعافية وأنتم بخير وربنا يعطيكم الصحة في الكواليس في الحلقة قاعد بابا بياكل ايش؟ ها؟ ايش بتاكل؟ مقادم مقادم يا مقادم اللي ما ياكل المقادم والله ايش؟ يعيش طول عمره يرديش طولنا الكورس الكورس يا حبيبي انا عرفته بالكورس دحين قاعدين نقرر ايش ناكل في 5 مليون سلطان قاعد يجيب اشياء تنرفز ابويا شايف يا بابا انا اتعامل بدا الشيء كل اسبوع يقول له كل وزخ شوف الوزخ يا وزخ افكارك انت حلوه بعض الاحيان تكذبها يا ريتك تاكلها انت بس يا ريتك تاكلها يا عمو انا السي او حق الشركه السي او حق الشركه والله العظيم سي او فكره الناس اللي يحبوها انا مدير التنفيذي لل وزقة علق على وزق لا ايش الفكرة الثانية ايش قال بعدها جراد جراد في عينك جراد جراد في عينك نجيب كاميرا تاكله وتنطنط الفكرة الأخيرة اللي قلنا عليها لا دقيقة انت لا كرهني يا عم انا ماني كاره بس افكارك ايش بقى مخمجه وكنكر عشان تعرف وانا قديش بتعب مع ذا الانسان انا عندي غلاب يقول انا غلاب هاي ياكل والناس تفرح فيه وتدوقوا بعضه اخيرا احد قاعد يديه على راسه ممكن يعني تيجي كل اسبوع بعض الناس اللي ياكلوا اكل سخ يعجبهم يقول لهم طيب خلاص طيب ياكلوا ايوه ياكلوه ياكلوه ايوه اما تجيب لهم حاجه ما ياكلوها تمسح الله يمسحك الحين يا جماعه الخير انا قبل فتره اشتريت 5 حبات بيض نعام يعني ايش انت قد راسك زي راسك انت المهم نبي نفكها نبي نشوف اذا خمجت من جد ولا لا احنا حاطين فلتر لا مو كده مو كده مو كده مو كده مو كده والله ولا اتكسرت انا عندي فكره عندي فكره حطها كده استنى ما اقوى اقوى صح اوه 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 بيضة اوه استنى قولي شي ما شاء الله تبارك الله هذه مو بيضة هذه دقيقة ما اعرف لا والله ما خمجت يلا قوم اطبخ والله ما اطبخ والله ما اطبخ يلا يلا سويها يلا 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 خلينا نجربها يلا من جدكم يا عيال؟ ايوه يا عمي بيض نعام هات سندوتش بيض مقلي دحين من جد حنجرب نسوي بس ابغى تعرف ابغى اسويها بدون ما تنفقع يعني
اوف كيف تخرج دي؟ انتوا متخيلين ان هاي الطاوة كبيرة؟ شوفوا قديش. وشوفوا بدأت تستوي بس ال 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 اللون ما هو اللون اللي احنا متعودين عليه، ما هو بياض يعني، تحسه بلاستيك. فنحن حنسيبها تستوي كمان شوية، وطيت النار لأنه سميكة الصراحة، ونخلص وندوقها ونقول لكم رأينا. وعلى قول أسامة إذا ما صورنا بعد هذه سناب تعرفوا في شيء صار فينا. والله صراحة يعني لونها غريب، ويدوق أبوه قبل ما يأكلها. أنت كنت بدوق عمو، لا تاكل يا عمو، نخاف عليك يا عمو. والله كلها قبل ولدي. لا تاكل، لا تاكل، ما عجبني شكلها. لا هي كده يوصلها. ايش هي كده؟ وتطلع ازرق كمان. ايش ازرق؟ حار انتبه بعدك. يلا قطع لي وزنها. اخرج. لا الله يقول لك فيها دواء هذه. بطلت ماني مسوي التحدي. شو بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكون حارة تلسعني. حقيقي. الله. سوي كده. يا ولد انت جيعان ولا من جد عجبتك؟ والله طعمه، والله لذيذه، والله طعمه حلو. والله لذيذه، والله حلو، والله تفوز. سوي 10 بيضات. 10 بيضات مين يا باب انت؟ سوي عقرب. شوف قلت تفوز ولا ما تفوز؟ شوف بس حلو هي تفوز من ورا. شايف الناس ايش يقولوا عنك كومنتات كده لما نرسل كده نصوره؟ يقولوا ايش 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 الحلو هذا؟ لا يا جماعه والله العظيم امه ما قالت لي. ايش حيوانات صرنا؟ ايش ايش ما جابوا الهجه بالبدايه؟ الا الا في لعبه، هذه لعبه. ايوه خلاص بعدك؟ استنى 3 2 1 ما نقول اللي مكتوب في الشيء. يلا طيب. رقبتها طويلة. رقبتها طويلة. رقبتها طويلة. زرافة. يا ولد. يلا. يلا. يلا ها. سحسكلة. بقرة. لا. جمل. لا. غزالة. لا. ايش اكل؟ يقول ما خروف. صح. ها. والله تقرصها. ناموسة. ناموسة. الله ناموسك يا ناموسة انت. عقرب. لا 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 الله. حنسافر هناك بعد فترة. دبي. بس صاحبها. دبي. صاحبها. ايه؟ مالكها. ايه؟ رئيسها. 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 حلوة. يقول لك لا تقول لي لي. يقول لك. قول لي. حلوة. ايش؟ حلوة مصرية. بدي عبده. لا. اشوف احطه في البلافل واقليها. اشوف راحت عليك خلاص. ما اعرف. واحد يلا ولد ماني شايف. عاصمة هولندا. براندا. يا والله هولندية. يلا يلا كورونا كورونا. جواب. طيب استنى عاصمه بنغال. عاصمه البنغال. وانت ما قول لي انا. في لبن عادي ولبن مع راعي. لا اللي فيه بروتين زياده. اليونان بروتين. انا ما ينفع العب معك. اشوف اسمع فلوس ايش؟ جنيه. جنيه. الله. طيب ها
نبقى نسافرها قريب. دبي؟ لا لا الثانية. اللي انت ايوه لا 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 العاصمة كازابلانكا. لا مراكش مراكش قوم يا نازل. فواكه ايوه يقول لي فواكه. سوريا اسمع فين في منطقة في لا شعب ايوه انا ماني عارف ولا حاجة. هذه صعبة هذه صعبة فيلم مجرور حقنا في ينبع لا ها ها حافة 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 الخبر يا جماعة بتناهج البحرين ايش بقى اكلنا فيها ستيك المنامة ايوه البحرين لعبة يا عيال ها ايش ماني شايف ايه اربيل ايه بنت اداك الجواب اربيل ها العمله اللي في اوروبا يورو صح ايوه في مصر هذه الجملة قلناها اوكي بابل اكثر بلد احبها المغرب انت لا استنى استنى لا 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 انا اكثر بلد انا عشت فيها دوبك اكلت دوبك اكلت منها غمصتها في حمر فلافل ايوه تنحط مع الحمص لما تسوي فلافل ايش جرى هم انا طب انت بتديله الاجوبه ما لازم تحذره هلا اكله على وزن كورونا نطبخها بالفرن طويله وتحط عليها طماطم ايوه نفسي في شاي بس النوع الثاني لا نفس اللون نفس اللون بس نوع ثاني كركديه اوكي مره يحبها ايش درى امي حلا اكثر حلا لا اكثر حلا يحبه لا حلا يخرب بيتك اكثر حلا ام علي كنافه كنافه ايوه اكثر اكله نحبها في الاردن المنسف نفطر على حاجه ناكلها اول شيء نفك رجل عليه لا نفك رجل عليه والله كنت الناس ب 5 مليون يا تحدي في ال 5 مليون حرام لا لا بطريق لا الطويل الطويل التحدي الثاني بقره اللي هو قال عليه بس لونه حلو ايوه هذا ما تحدينا لسه ايوه ايه يعيش في الثلج بس هو عصفور دب قطبي عصفور مين يعيش في عصفور عصفور البطريق يا بطريق لا هذا مرة مين والله ما تلاقي ما تلاقي والله ما تلاقي انت تخاف منه العنكبوت ايش طيب اللي ما يعرف ايش شوي اللي ما يعرف القلي لا لا اللي ما يعرف شوي عصفور لي مقامه البابغان ليه مقامه مقامه الصقر ايوه جيم اوف ثرونز هذا ما يعرف جيم اوف ثرونز حنش كبير الخرطوم فيها سودان ايوه قبل شوي قلنا عنها الخبر ايوه عاصمة امريكا عاصمة امريكا نيويورك لا لا واشنطن طيب اوكي عملة الامارات الدرهم صح ايه هذه ما تغلط فيها ايش كيف هذه اطفش لا تفتيش الشرطة بالمصري كمين كمين بطالع عليك من بعيد
يا غشاش يا غشاش بيطالع في البلاد يا غشاش يا غشاش يا غشاش. عاصمة مصر القاهرة. قفلنا له الشباك ترى عشان لا يشوف. ما قلت نيويورك. ايش ايش هذا؟ ايش؟ ايش هذا يا بابا؟ طرطوس. لا ما قلت لك اقراها يا بابا. ها كيف؟ فاهم الموضوع غلط بابا.